تعالوا برضو نتكلم عن رحلة النادي الأهلي من القاهرة للمغرب النهاردة الصبح أو من مش الصبح يعني بعد العصر كده تقريبا غادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة الدولي للسفر إلى المغرب لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا البعثة تقريبا فيها مرافقين كتير على رأسهم كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اللي هيرافق البعثة اللي بتطير للمغرب برئاسة الكابتن حسام غالي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي لخوض المباراة المقرر لها يوم 11 يونيو الجاري على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. كمان أعضاء مجلس إدارة كتير سافروا من من مجلس إدارة النادي الاهلي منهم النائب محمد الجرحي وكمان أدي طبعا الكابتن محمود الخطيب وهو ماشي بيسلم على اللعيبة في الطيارة ودعمه للعيبة دعمه للعيبة كلهم طبعا المشيه بتاعت ممر الطياره دي مشهور بيها كابتن محمود الخطيب ان هو بيبقى كمان في النهائيات بالذات ليه دور نفسي مع اللعيبه كمان مجلس الاداره تقريبا فيه اغلبه مسافر النائب محمد الجرح مسافر الاستاذ طارق انديل مسافر الاستاذ محمد سراج المهندس محمد سراج مسافر تقريبا المجلس يعني قليل منهم بس اللي قاعدين في مصر لكن الباقي كله موجود لدعم الفرقه في المغرب وطبعا كابتن حسام غالي هو رئيس بعثة النادي الاهلي وده تكليف كبير جدا للكابتن حسام غالي احد قادة النادي الاهلي عبر التاريخ يعني طبعا زي ما حضراتكم شايفين كابتن محمود الخطيب ما سابش لعيب في الطياره ما سلمش عليه والتعامل النفسي من رئيس النادي الاهلي مع البعثه ليه دور كبير جدا 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 في الماتشات النهائيه. في لعيبه بتحب جدا ان يبقى تحس بالدعم من الناس كلها مش بس من الجمهور. من الجمهور ومن الجهاز الفني ومن الجهاز الاداري وكمان من مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب على درايه ده. وعارف قيمه وجوده على وجوده في البعثه يعني قيمه وجود كابتن محمود الخطيب في البعثه بتسهل حاجات كتير جدا يعني سواء على المستوى الاداري او حتى على مستوى استقبال بعثه النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بيرقى استقبال خاص في كل الاماكن اللي بيروحها طبعا يعني. يعني نتمنى ان البعثه كلها تبقى ان شاء الله ان شاء الله يعني بكامل صحتهم وكامل عافيتهم يوصلوا المغرب ان شاء الله وان شاء الله رب العالمين يكون نهائي من نصيب النادي الاهلي ادي طبعا كابتن حسام غالي مع دكتور احمد ابو عبله كان موجود دلوقتي على الشاشه كل الفرقه ان شاء الله ان شاء الله ترجع ببطوله افريقيا ال11 للنادي الاهلي